ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا الفقرة يلي كل الناس بتقعد بتستناها مع سافي، هنتكلم النهاردة على الأبراج، وسبشالي هنبتدي نتكلم عن برج ايه؟ العقرب. العقرب، لأنه ده شهر العقرب. أيوة. أول حاجة أخبارك ايه؟ تمام. أنا مبسوطة أوي إن أنا معاكي النهاردة، لأنه يعني إن احنا مع بعض. بجد بحب فقرتك قوي وبحضرها، يعني بستناها من الثلاث للثلاث علشان أحضر الفقرة بتاعتك. ميرسي. قولي لنا يا سابي، نبتدي بالعقرب. الفترة دي احنا دخلنا خلاص في برج العقرب. برج العقرب سواء راجل أو ست يعتبر من أقوى الأبراج في الـ 12 برج، سواء راجل أو ست، بس الست أقوى من الراجل لأن هي أكتف أكتر، أسرع منه. الراجل ذكي جدا جدا، بس عبال ما بياخد القرار بيبقى متأخر. من مميزات الست العقرب إنها ذكية، إن هي بتتحرك، بتجري في أفكارها، بتجري في حياتها، كل حاجة عندها بسرعة بسرعة، بتنجز، بتحب آخر الحاجة، بتحب تبقى طول الوقت نمبر وان، عن طموحة جدا جدا، ما عندهاش سقف لطموحها، عنادية جدا جدا جدا، من أذكى الأبراج. أوكي. راجل العقرب نفس الحكاية، ذكي جدا جدا جدا، بس الفرق ما بين الست والراجل إن الراجل سلبي ما بيواجهش، لكن الست بتواجه. اوكي. فالست العقرب بتواجه والراجل العقرب ما بيواجهش. ست العقرب بتواجه صحابها، بنت او ولد، جوزها، حبيبها، واتيفر ايا كان، بتواجه وبتاخد حقها، ولو حقها مثلا لو حد هياخد منها حاجه بتاعتها بتروح وممكن تاكله لغايه لما تاخد حاجتها، يعني ما تقدرش، ما حدش يجي جنب حاجتها خالص. ست قويه جدا جدا، لكن راجل العقرب سلبي ما بيواجهش، دايما بيستخدم الاشخاص اللي حواليه علشان ياخدوا له حقه، لكن هو عمره ما يواجه، هو عمره ما يقف في وش المدفع ويواجه. سلبي شويه. اوكي. او مش عايز مشاكل، مش عايز هدك، مش عايز مشاكل، لكن يعتبر عمليا بوجه عام ست او راجل من اذكى الناس واشطر الناس في الشغل. العقرب، ويعتبر برج العقرب ست او راجل ما شاء الله عليهم، يعني عندهم نسبه حظ غير عاديه، بس هم يا حرام بقى لهم فتره، بقى لهم سنتين ثلاثه الدنيا عندهم ماشية مش لطيفة. بس ده من سوء اختيارهم هم من الأشخاص اللي حواليهم، لأن هم كانوا من 3-4 سنين ورا كانوا دايما بيختاروا الناس، أو دايما بيتقال عليهم إن هم الإيجو عندهم عالي، إن هم تنكين، إن هم شايفين نفسيهم. ده أي أول انطباع بيتاخد عنهم إن هم حد شخصية قوية، إن هو مش سهل، إن هو حالة صعبة. بقى لهم فترة كانوا سايبين نفسيهم لناس كتيرة حواليهم، او كانوا واثقين في كل اللي حواليهم، فتحسي ان هم الدنيا عندهم اتلخبطت، او ما بقوش واقفين على ارض صلبه. الفتره دي رجعوا تاني للي هم كانوا عايشين عليه قبل كده، قبل 3-4 سنين، او لفكرهم او لطريقتهم، بس فهموا ده متاخر. دايما احنا لما بيكون حوالينا اشخاص كتيره، او زحمه كدابه، او ناس كتيره ملهاش لازمه، ساعات ده بيخلينا طاقتنا بتقل او حظنا بيقل. لازم نبقى شغالين على نفسنا، نشوف اللي حوالينا دوت نافعنا، يناسبنا، مش ما يناسبناش. هم كانوا قعدوا فتره كانوا في فكر مختلف عن فكرهم، لكن الفتره دي رجعوا تاني على ارض صلبه، وابتدوا ياخدوا قرارات في حياتهم سريعه، والدنيا ابتدت تمشي معاهم احسن من الاول. طيب خلينا بس ناخد اتصال معانا. هدى. الو هدى. الو هدى. السلام عليكم. ازيك يا هدى؟ ازيك يا حبيبتي يا قمر، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. انا بحبها قوي، بستناها كل يوم. اكيد، يعني سابي كلنا بنستناها. انا 27/10، هي عارفاني، بكره عيد ميلادي. كل عام وانت طيبة. وانت طيب، مفيش حاجه، زي ما انا، هي عايزه التوقعات، هي وانتم طيب، هي اللي قالته كله صح. كل اللي بتقوله صح. مفيش حاجه بتقولها غلط ابدا. بس انا حياتي زي ما هي. شكرا لك. خلينا نقول ان هي عشان من الابراج المائيه برضو، الابراج الناريه والابراج المائيه دايما نجمهم بيبقى خفيف، او العين بتيجي فيهم اسرع. اوكي. مين هما؟ الابراج الناريه كلها والابراج المائيه كلها. اوكي. اوكي. فهي العقرب مائي، فيعتبر من الابراج اللي نجمه خفيف، او من الناس اللي بيتقر عليها بسرعه، او لو اتكلموا في حاجه ما بتكملش. اوكي. فانا بقول لها زي ما بيقولوا داري على شمعتك عشان تقيد، وتحاول تغير عفش بيتها شويه،
يعني يتغير عفش بيتها، تغير مكانه، نغير الطاقات اللي حوالينا. الحاجات دي بتفرق معانا كتير على فكره. أوكي. وتحاول تبعد عن الناس اللي كانوا في حياتها موجودين الفتره اللي فاتت، او يعني اكيد مش هتبعد عن اهلها، عن ناس، عن جيران، عن حاجات، بس تقلل الوقت اللي كانت بتقعده معاهم. يعني مثلا لو بتشوف حد كل يوم تخليها مثلا مره يوم، او لا مرتين او مره في الاسبوع. يعني تقلل، تبعد. كل ما تبعد، اي حد فينا لو حاسس ان هو مليان طاقه سلبيه وعايز يتخلص منها، ياخد عزله كده من الناس اللي حواليه كلهم، ويعني اخره يروح شغله ويرجع، ويبقى قاعد لوحده، يفصل شويه، يفصل شويه ويبعد، علشان ويبعد وما يقعدش في مكان، يعني ما يقعدش يتفرج على مسلسلات، على افلام، على حاجات، يسمع شكاوي الناس، صحابه، لان الحاجات دي بتدي طاقه سلبيه. اكيد. اوكي. فهي محتاجه بس ان هي تغير الـ الحاجات اللي حواليها. اوكي. طب معانا منى. الو منى. الو. الو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. لو سمحتي عايزه اعرف 29/8. اوكي. كل حاجه عن البرج. وراجل 17/6. تمام. 17/6 و29. 17/6؟ 17/6 صح؟ ايوه. ايوه. كل حاجه عن برضه. اوكي. والرقم التاريخ الثاني؟ خلاص 29/8. 29/8. اوكي. شكرا يا منى. 29/8 هي عذراء، او 27/8 قالت كده، هوت عذراء. اوكي. واخد من الاسد. بالعكس، الدنيا ماشيه عندها، بس هي اللي محتاره. هي الفتره دي برج العذراء بوجه عام محتار ما بين حاجتين، او بيفكر في حاجتين. اوكي. رجاله او بنات؟ رجاله او بنات. الفتره ديت العذراء اموره ماشيه كويسه جدا جدا جدا، بس هي كل المشكله ان هم عندهم حيره ما بين حاجه قديمه وحاجه جديده. اوكي. اللي هم مش عايزين يبتدوا من اول وجديد تاني. ست او راجل العذراء الفتره ديت. بالعكس، المرحله اللي جايه عندهم حلوه جدا جدا جدا، بس الفتره اللي فاتت كان عندهم اجواء وظروف مش حلوه. يعني كان حد قريب منهم عيان، في عندهم حاله وفاه، حد توفى عندهم، حالات الوفاه عندهم اتكررت كذا مره، كذا حد عندهم عيان، فواخدين طاقات سلبيه او نفسيا مش مظبوطين. محتاجين يغيروا جو، محتاجين يغيروا المكان اللي هم فيه، ما يسيبوش نفسهم للحزن قوي. اوكي. لكن بوجه عام العذراء السنه دي ومن اخر السنه اللي فاتت الدنيا عندهم حلوه. وبالنسبه للبرج اللي هي قالت عليه اللي هو 17/6، جوزاء، واخد من السرطان شويه، هم كبرجين مش مناسبين لبعض. لان هو جوزاء واخد من السرطان، وهي عذراء واخده من الاسد. اوكي. فالاثنين هتلاقيهم ان هم يعني ضد بعض. يعني هو ماشي في طريق وهي ماشيه في طريق، هو بيفكر في حاجه وهي بتفكر في حاجه. لكن برج الجوزاء برضو كان الفتره اللي فاتت ديت عنده مشاكل عائليه شويه، او مخنوق شويه، او عنده الفتره اللي فاتت ديت امور مش ظابطه عنده عمليا او نفسيا. لكن الفتره اللي جايه عنده سفر، في سفر عند برج الجوزاء الفتره اللي جايه، او هو بيفكر في سفر. في مشاكل كانت عنده مأجلها، ابتدت ليها حل او لقى لها حل. اوكي. المفروض ان الجوزاء علشان الدنيا تمشي معاه او تبقى الدنيا الطف، يقفل الحاجات اللي مفتحه اللي ما قفلهاش. اوكي. لكن ماديا وعمليا الفتره اللي جايه عندهم حلوه جدا، ما تخافش عليهم. الحمد لله كويس. طيب نحن عندنا دلوقتي 23/10. راجل. 23/10 برج العقرب، واخد من ميزان، وهو اقرب من ميزان اكتر. خلينا نقول ان الملامح شويه ساعات بتكملي حاجات، بس خلينا نتكلم في العموم. يعني هم عايزين يعرفوا موجود بالمسج عاطفيا وعمليا. اوكي. عاطفيا، هو الفتره دي عشان هو واخد من الميزان ومن العقرب، الفتره دي هو بيفكر عمليا اكتر، او ما بقاش عنده ثقه في حد، لان هو ملمس ميزان شويه، والميزان رجاله الميزان شكاكه، او ما بقاش عندها يعني الغلطه فوره عندهم. هم اتوجعوا من اكتر في اكتر من حاجه، فما بقوش عايزين يبقوا حاطين تجارب، او ما عندهمش ثقه في حد. اوكي. لكن الفتره اللي جايه عنده علاقه جديده او حب جديد، او هو بيتخلص من حياه قديمه وداخل على حياه جديده. لكن الفتره دي بوجه عام هو بيفكر عمليا اكتر، والدنيا عنده عمليا ظابطه. بس لو اتعرض عليه سفر، لان من الابراج برضو اللي مرزقه خارج بلادها اكتر بكتير، يعني اضعاف 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 اللي بياخده العقرب والميزان من الابراج اللي بقول لهم، وخصوصا الراجل، لو اتعرض عليك سفر
خارج البلد اللي اتولدت فيها ما تفكرش. طيب انا اس ام اس ثانيه 15/1 ولد 15/1 برج الجدي واخد من الدلو شويه. الفترة دي مترددين، هو الجدي متردد شوية أو دايما بيحب يفكر وبيتأخر وعنيد، بيعند على 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 أي حاجة وخلاص، من أجل العند من أجل العند. بقول لهم إن الفترة ديت الجدي عنده الفترة ديت شوية الدنيا مش ألطف حاجة، يعني عنده مسؤولية أو عنده ضغوط أو عنده أفكار كتيرة ملخبطة أو مشتتة. بس كل اللي أقدر أقوله إن برج الجدي الفترة دي هيظهر له حب جديد، يعني ست أو راجل الفترة دي في برج الجدي اللي مش مرتبط او مش متجوز او منفصل، في حد هيظهر لهم جديد في حياتهم، ست او راجل، والحد ده هيبقى احسن من اللي فات في حياتهم، وهيبقوا في حيره ما بين حاجه قديمه وحاجه جديده. 16/6 ولد. 16/6 ولد، برج الجوزاء واخد من السرطان. بقول لهم لسه كنا بنتكلم فيه من شويه. عندهم سفر الفترة ديت، يحلوا المشاكل اللي هي البيبان اللي هي مفتحينها وما اتقفلتش ديت، يعني يخلصوا الدنيا. لا هو دايما الجوزاء بيسيب الأمور اللي هي ربنا يسهل لها، ربنا هو حل من عند ربنا، كله بأمر الله. بس قصدي أقول إن إحنا برضو ربنا مدينا عقل ونفكر بيه ونخلص. هو دايما بيسيب الأمور لأن الطرف التاني هو اللي ياخد رياكشن معين وبناء عليه هو يرد، فده برضو بيخليه متعطل او بيعطله كتير. لكن الجوزاء راجل بوجه عام ما يتخافش عليه عمليا، لان هو شاطر جدا جدا، لان هو فكريا اكبر من سنه بكتير، او البلان بتاعته كان بديهه من زمان جدا جدا. طيب معانا اتصال. الو ميداليا. الو. اول حاجه انا عاوز اعرف ايه يعني اسم ميداليا؟ لا مش عارفه والله، لان والدتي هي اللي سمتني مش انا خالص. لا اسمك حلو. ميرسي. ميداليا قولي لنا عاوزه تعرف ايه. هو انا برج الحوت تمام 16/3 تمام. نعم تمام. عاوزه تعرفي بقى ايه على برجك؟ وخطيبي المفروض ان هو يوم 29/10. اوكي سو حوت مع عقرب. عقرب تمام. اوكي شكرا لك يا ميداليا. هي برج الحوت 16/3. برج الحوت كان شايف فتره فاتت مش حلوه، بس ابتدت الدنيا عنده تبقى الطف، والخطوبه دي هتلاقيها حصلت السنه دي في النص الثاني من السنه، وده كنا احنا متوقعينه في اول السنه ان الحوت عنده ارتباط في النص الثاني من السنه. بقول لها فكري كويس، دايما الغي قلبك شويه، لان ست الحوت عاطفيه جدا 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 ولغي عقلها، ما بفكرش غير في قلبها، يعني من اقوى الابراج. لما بتحب بتحب بجد وحنينه جدا ست الحوت. اوكي. لكن بقول لها فكري بعقلك اكتر، يعني دايما خلي عقلك يسبق قلبك. الفتره اللي جايه عندها حلو، بس بقول لها خلي بالك الفتره اللي فاتت كان في زي مكيده بتتعمل لها، حد بيرتب لها حاجه، بس الفتره دي حقها يرجع لها، او الطرف الثاني سواء واحد او واحده اللي كانت بتعمل لها مكيده يعني هي كشفتها وتعرفت، فهتيجي تعتذر لها او ربنا يرجع لها حقها يعني. فبقول لها الفترة اللي جاية عندك انتصارات على ناس حواليك كتير وجعوكي، وهم اللي هيجوا يعتذروا لك. بالنسبة لخطيبها هو 29/10 برج العقرب واخد من الميزان شوية. كبرجين بيتفقوا جدا 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 جدا، يعني من الأبراج اللي بتتفق، لأن العقرب في الصحراء وفي البحر وفي كل حتة بيتفق مع كل الأبراج. يعني العقرب من أقوى الأبراج اللي بيتفق مع كل الأبراج سواء ست أو راجل. بس هو هيبقى بالنسبه لها متعب، لان راجل العقرب عينه زايغه شويه، ما بيكتفيش بست واحده بس في حياته بس. يا لهوي. وست الحوت غيوره جدا 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 جدا. طيب نحن هناخد معنا اتصال محمد. الو. الو. هاي محمد. كده خلاص؟ ايه؟ اتفضل. ايوه. انت معانا على الهوا محمد. الو محي؟ معانا محي؟ عاوزة 8/5. 8/5؟ ولد ولا بنت؟ راجل ولا ست؟ الو؟ تالي هو. اوكي 8/5 برج الثور، هو شكله ولد صغير. برج الثور من الابراج الذكية جدا جدا جدا. انا ثور فخليني اركز معاكي شوية دلوقتي اتفضلي. بس احنا بنتكلم على الولاد. اوكي. برج الثور من الابراج الذكية جدا جدا سواء راجل او ست. اوكي.
برضو عامل زي العقرب شويه، ويمكن من اقوى الابراج اللي بيتفقوا مع بعض، الثور مع الميزان والثور مع العقرب بيتفقوا مع بعض جدا جدا، بتبقى علاقات ناجحه سواء عمليا او عاطفيا. برج الثور بيبقى اكبر من سنه زي العقرب، هما بس مشكلتهم طريقه الكلام او التعامل معاه، يعني الثور بوجه عام سواء ست او راجل اهم حاجه عندهم الطريقه وانت بتتكلمي معاهم او انت بتتعاملي معاهم. الصوت ما يعلاش، الطريقه تبقى فيها شياكه نوعا ما من الشياكه، لان هم بيحبوا يعاملوا الناس بالشياكه فيبقوا مستنيين ده من الناس اللي حواليهم، بس للاسف ما بيلاقوش ده. طيب عندنا مسج 25/4 بنت وولد 19/9. اوكي 25/4 بنت، هي برج الثور واخده من الحمل. ذكيه جدا لانها ثور وحمل، بس الحمل هيخليها متردده او شكاكه او عايزه بتفكر كتير فبتتاخر، يعني المفروض انها تاخد قرارات بسرعه. الثور ست ذكيه وبتاخد قرارات بسرعه، لكن وعنيده وصاحبه قرار وقويه، لكن يمكن اللي اخرها ان هي في شهر 4. شهر 4 بتوع الثور اللي في 4 بيبقوا شكاكين شويه ومترددين، بيحب يفكروا في الحاجه من كل الزوايا ويسالوا ويشوفوا عشان مش عايزين يقعوا في الغلط او عايزين يعملوا حاجه غلط، فده بيأخرهم كتير. لكن الفتره دي عندهم حلوه، سواء برج الثور يعني ست الفتره دي عندها حلوه جدا، وبرضه الحمل لان هي ملمسه حمل، فالاثنين مع بعض. هم كانوا يعرفوا عاطف مع الراجل العذراء. راجل العذراء كام؟ 19/9. 19/9. 19/9 عذراء واخد من الميزان. متفقين جدا، بس الطريقه يمكن راجل العذراء اللي واخد من الميزان بيبقى كول شويه او بارد شويه. هي اسرع، هي بتبقى عايزه الحاجه دلوقتي لان هي سريعه في قراراتها، يعني بتبقى عايزه حد اقوى منها لان هي بتحب الشخصيات القويه، فعايزه لما تاخد راي حاجه او تتعامل معاه في اي حاجه ايا كانت بتبقى عايزه يبقى صاحب قرار ويرد. هو برضو من الابراج الشويه المتردده والشكاكه، لان هو عذراء واخد من الـ من الـ من الميزان، لكن كارتباط ينفعوا مع بعض جدا. اوكي طيب نحن رجع معانا محي. الو الو استاذ. أيوة. محي ممكن بس توطي التلفزيون اللي تسمعنا من التليفون. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون لو سمحت؟ 10/2 10/2 تمام اوكي شكرا لك. 10/2 برج الدلو. برج الدلو الفتره دي عنده مش حلوه، يعني الفتره اللي احنا الاسبوع اللي احنا فيه ده او الاسبوعين الجايين دول بقول للبرجين يخلوا بالهم، الدلو بنته وولد والاسد. الفترة دي عندهم مش حلوة، ويمكن الأكتر الدلو. الفترة دي عندهم يبقوا حذرين جدا جدا، يفكروا كويس جدا جدا وهم بياخدوا أي قرار، من دلوقتي لمدة 10 أيام يفكروا كويس جدا وهم بياخدوا أي قرار، لأن الفترة دي مش حلوة عندهم. يعني عليهم سبوت جامد جدا جدا من كل الناس اللي حواليهم مركزين معاهم زيادة عن اللزوم، فدوت بيخليهم الدنيا عندهم ما تبقاش ألطف حاجة. لكن هو 10/2 عندهم سفر وعندهم خروج من علاقة قديمة ودخول في علاقة جديدة. لكن راجل الدلو بيبقى شكاك. بيبقى شكاك جدا، بس شاطر جدا عمليا وذكي جدا 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 وناجح عمليا. اوكي ما يتخافش عليه لان هو اكبر من سنه، لكن هو طفل كبير، هو دايما تلاقيه في المواقف الكبيرة موجود، لكن في الحاجات الصغيرة بيقفش في الحاجات الصغيرة، فبقول له يعني لازم يغير تفكيره شوية، لان هو بيبقى ذكي جدا جدا في شغله، لكن عاطفيا معظم علاقاته العاطفيه بتبوظ من قفشاته اللي في الحاجات الصغيره اللي ملهاش لازمه. تمام اوكي معانا اتصال. الو 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 اتفضلي. عايزه اعرف 6/1 واحده منفصله 21/5 ولد ما اتجوزش. تمام اوكي شكرا لك. 6/1 برج الجدي كنا لسه بنقول عليها من شويه ان هم عندهم ارتباط جديد او هيظهر لهم حد جديد. لان الجدي يعني ست الجدي لما بتحب بجد اوكي، وبتبقى مخلصه جدا 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 وبتستحمل وبتيجي على نفسها وبتقعد وتستحمل سنين كمان، بس هي غلط لان هي في الاخر ما بتعجبش. لازم من اول موقف تاخد رياكشن او تاخد موقف معين علشان يتعمل لها حساب، لكن هي اللي بتيجي في الحب
هي مش قوية لكن في الشغل هي قوية. فبقول لها عاطفيا خلي بالك على نفسك ولما يحصل حاجة خدي قرار أو يعني لازم تاخد موقف. هي كانت بتسأل على برج تاني كام، ستة ولا كام خمسة؟ حاجة في ستة، كان جوزاء. جوزاء. أوكي. شهر ستة بس مش متأكدة من الرقم. جوزاء. برج الجوزاء مع الجدي يعني مش في كل الأحيان بينفعوا مع بعض. أوكي. لأن الجوزاء بيميل أكتر أو ينفع أكتر ويناسبه أكتر الميزان والقوس من أقوى. أوكي. الميزان والقوس من الأبراج اللي بتنفعهم جدا. طيب نحن معانا أسماء. ألو أسماء. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. 8/8. تمام شكرا. هي أكيد. أوكي. برج الأسد لسه كنت بقول من شوية تخلي بالها الفترة ديت لأنها هتبقى محتارة ما بين حاجتين، هيترد عليها حاجتين سواء بقى عاطفيا سواء في الشغل، في حاجتين هتبقى محتارة فيهم. أوكي. لازم تفكر كويس الفترة دي مش حلوة، ويا ريت تأخر إنها تاخد القرار أسبوع أو أسبوعين على الأقل، مثلا 10 أيام أو أسبوعين. تأجل أي قرار هتاخده سواء عمليا أو عاطفيا، لأن هي معظم بنات الأسد الفترة ديت في حيرة ما بين حاجتين، حاجتين بقى في شغل، حاجتين عاطفيا، مشكلتين مشكلة عندها وليها حلين وهي محتارة في الحلين. فأحسن حاجة إنها تتجنب كل دوت بإنها تبعد شوية عن الناس وتاخد القرار بس مش دلوقتي. طيب نرجع للعقرب. أوكي. إحنا كنا بنتكلم على ست العقرب وراجل العقرب الفترة ديت. العقرب بوجه عام كانت ست العقرب الفترة اللي فاتت دايما، ست العقرب لما بتعمل حاجة دايما بتخلي عندها سبير أو دايما بتخلي عندها حاجة تبقى ركناها على جنب علشان لو حاجة باظت تبقى عندها البديل ما تقعدش تدور عليه. بقى لها فترة إن هي بطلت ده وبقت ماشية على لاين واحد أو فكرة واحدة، فالفكرة ديت خلتها تمشي شوية نوعا ما أو تاخد قرار، بس بقول لها اختاري صح. لان ست العقرب لما بتقلب الترابيزه ما بتفرق لهاش او ما بتفرقش معاها، شخصيه قويه ما بتفرقهاش وما عندهاش سقف الحاجات الامور في حياتها. فبقول لها فكري كويس جدا جدا وانت بتخرجي من حياتك القديمه لحياتك الجديده، لكن بوجه عام الفتره اللي جايه حلوه. راجل العقرب عندهم سفر وشغل ومركز الفتره دي اكتر في شغله، وعندهم سفر كتير وشغل جديد، يعني راجل العقرب هيجمع ما بين اكتر من شغلانه، شغلانتين ثلاثه، هيبقى في عنده سفر، هيبقى في عنده علاقات خارجية عن البلد اللي هو فيها. برضو ما يتخافش عليه لأن هو من الأبراج الذكية جدا جدا، ويخليه يركز أكتر عمليا لأن هو عاطفي جدا وحساس وعايش للحب. أوكي. فلما بيعمل الحاجتين بيفشل شوية. حبيب العقرب يعني. جدا جدا جدا، وما بيكتفيش بمرأة واحدة. راجل العقرب من الأبراج يعني بنسبة 50% اللي متجوزين اتنين وتلاتة في العالم كله بيبقوا عقرب. بتقولي ايوه بتقولي اغلبيه من ضمن الابراج الرجاله اللي بتتجوز متعدده الزوجات ومتجوزين بالاثنين او الثلاثه او الاربعه اغلبيتهم عقرب. طيب احنا معانا اخر تليفون. أوكي. الو الو ايا ايا راحت عليها الايا كان اخر تليفون. سابي نورتينا. ميرسي. وانا متاكده انه كل الناس تستنى فقرتك بجد يعني بالايام. شكرا لك وانبسطت اني انا كنت معاك النهارده لانه اول مره انا كنت معاك لوحدينا. شكرا سابي. مرسي. طيب نحن للاسف حلقتنا وفقرتنا خلصت، نستناكم بكره بنفس الوقت على صدى البلد 2.